بديت حياتي كمهندس، وبعدين صرت يعني مهندس وإداري. أنا تركت توجيهي من تقريبا سنة 1969، والتحقت في ذاك الوقت كان في شركة اسمها كيبل اند وايرلس، وتدرجت في السلم الوظيفي لأن احنا أخذونا كمتدربين، وتطورت خلال وظيفتي يعني من طالب متدرب إلى مثلا فني، إلى مساعد مهندس، إلى مهندس، إلى مدير عام. وكان العمل ممتاز لأنه كان يخدم البلد، ومثل ما يعني احنا في البحرين دائما نسأل بالنسبة إلى المشاريع الكبيرة مثلا بابكو، ألبا، آبار للنفط مثلا. في شيء أعتقد ساعات الناس ينسونه، إن ترى نهضة البحرين بالإضافة حق الأمور الصناعية والتجارية، في أمور لها علاقة بالتقنية والاتصالات خاصة. فالبحرين مرت خلال أعوام كثيرة في مجال الاتصالات بأنواعها المختلفة إلى ما وصلنا اللي ما عليه الحين. طبعا واحد لازم يسأل نفسه خلال هالفترة هذه، من هم البحرينيين؟ من هم رجال الاتصالات ذاك الوقت؟ أنا أعتقد أن بعض الأوقات ينسون. في عدد كبير من البحرينيين عملوا في قطاع الاتصالات، يعني في جميع المجالات، سواء كان المجال الفني ولا الهندسي ولا الإداري ولا المحاسبات ولا الماركتينج، التجارة ولا هذه. فمثل ما الحين الكل يذكر اللي عملوا في مجال الصناعة والنفط والغاز، أعتقد يعني اقتراح أنا أن يتم تسليط الضوء على العاملين في قطاع الخدمات، وليس فقط يعني الاتصالات بس، حتى البنوك أعتقد لها شير من أو لها حصة من تسليط الضوء عليهم. بس أنا أحس أنه يجوز أن في بعض العاملين البايونيرز أو الرواد اللي بنوا نهضة البحرين في مجال الاتصالات يمكن منسيين. يعني ولا كيف دخل مثلا تقنية الهاتف النقال، كيف دخلت تقنية الألياف البصرية، كيف عملنا على مشاريع تربط بين البحرين والدول المختلفة، سواء السعودية ولا الكويت ولا الإمارات، كيف ربطنا البحرين بدول المختلفة في العالم. وهذه كل الأشياء يعني الحمد لله أنا كنت من الأشخاص اللي عملت على مشاريع كبيرة في مملكة البحرين. على سبيل المثال إدخال تقنية ذاك الوقت اسمه الجي اس ام، أو اللي هو الهاتف المتنقل، الشبكة الذكية، الألياف البصرية، المشروع بين البحرين والسعودية، مشروع الفايبر أوبتيك عن طريق السبمارين كيبل سيستم اللي هو بين البحرين والكويت والإمارات وقطر. هاي كان مشاريع استراتيجية كبيرة ذاك الوقت. كانت البحرين تحتاج إن يكون لها نظام اتصالات حديث متطور يخدم النهضة العمرانية والنهضة الاقتصادية والنهضة في جميع المجالات يعني. فقطاع الاتصالات يعني خلينا نقول يعمل في الخفاء، أو مو يعني ما ليس واضح للعيان، ولكن الكل يستخدمه والكل يعتمد عليه والكل شيء يدبه. والبحرين يعني اللي جذب الاستثمارات الخارجية إلى أن الشركات الأجنبية يجي البحرين، أن عندك أنت قطاع قوي للاتصالات، مثل ما عندك بنية تحتية قوية وعندك عمالة متدربة وعندك يعني بحرينيين شغوفين بالعمل والتطور. يعني هو اللي هاي كل هذه الكيمياء هذه مع بعضها هي اللي ساهمت يعني من السنين هذه في نهضة البحرين. طبعا لا ننسى توجيهات القيادة الرشيدة والحكومة الموقرة، وفي كثيرين يعني ساهموا في الحكومة على أساس أنهم هيئوا الأجواء بحيث أن البحرين ترتقي وتوصل إلى ما عليه الآن. أنا الله يسلمك، خاصة فترة الثانوية كنت أعمل، وأول عمل قمت به أنا عملت في سوق المنامة القديم في محل قريب مقابل إلى مبنى يسمى دار جيلينج، وهذا مبنى الحين يعني هيئة السياحة والمعارض راح تطور المبنى هذا، لأنه مبنى تراثي وقديم وله قصة
يعني في تاريخ اللي يعرفون المنطقة والمنامة في ذاك الوقت. يعني أنا محظوظ أن كنت أعمل في محل مقابل دارجيلينج، وكنت أشوف اللي يترددون على المحل هذا وطريقة العمل. فطبعا العمل في محلات تجارية في سوق المنامة يعطيك خبرة في التعامل مع الناس، تعرف على التجار، تعرف طريقة العمل ما بين التجار، المبني أكثر على الثقة ما بين التجار نفسهم. يعني مثلا أنت تقدر تأخذ بضاعة وتسدد مبلغ لبعدين، إذا جاك زبون يبغي شيء ما عندك إياه أنت تقول له روح للدكان الفلاني. وكان الجو تعاوني وتشاركي وفي محبة وألفة، والكل على بعض يعني يحب بعض يعني ويحب الخير للكل يعني. وأنا أعتقد هذا الشيء كان يعني له أثر كبير في حياتي واستفدت منه. الصعوبات لها علاقة في فجوة في الفهم، يعني إذا أنت مثلا عندك فكرة والشخص الثاني ما قدرت توصل فكرتك إليه فهو مو فاهم منك، فيكون في من نوع اللي تصورات مختلفة. بس عموما يعني الحياة فيها صعوبات وفيها تحديات، وهذه اللي يعطيك متعة، لأن أنت ما في فائدة تعمل في جو ما في تحديات ما في صعوبات. الصعوبات تسقلك أنت كشخص وتخليك تفكر وتنتج، ويعني حتى المنافسة يعني تخليك إنسان مبدع وتفكر وتحاول تحل المشاكل ويعطيك متعة في الإنجاز، خاصة لأنجزت. أنت إذا أنجزت في جو من تحديات والصعوبات تحس بلذة كبيرة من أن أنت تنجز في جو عادي، كل شيء واضح، كل شيء جاهز، ما له معنى في النهاية. المجلس البلدي يعني أولاً أنه متنوع، مو ما في روتين، يعني كل يوم عندك مواضيع تختلف عن اليوم الثاني، وفي مشاريع وفي اتصال مع الناس، شرف خدمة الناس يخليك تطلع وتفهم مواضيع لها علاقة بالقانون، بالتقنيات، بالآليات. فالعمل البلدي ممتع وهو مدرسة. والعمل البلدي يعني لأن حسب المادة 19 من القانون يشمل يعني أمور كثيرة لها علاقة بالنظافة، بالتخطيط العمراني، برخص البناء، بال يعني البيئة، بكل شيء يعني. فيعني هذا الشيء جدا ممتاز، يعني واحد حصل فرصة يعمل بالعمل البلدي يعني لازم أحمد ربه، وأنا لازم أحمد ربي صراحة على هالنعمة، لأن أنا أحسها نعمة فعلا. واستأنس إذا صار يعني قدرنا يعني نحقق بعض الرغبات وطلبات الناس، وقدرنا نطور في مختلف الأعمال. وفي النهاية دائما أنا عندي حس الرقى والتميز، وهو خدمة للبحرين يعني، وهاي شيء شرف عظيم يعني أن أنت يخلونك في منصب خدمة تخدم يعني، وهذا دائما يشرفني ويسعدني يعني. طموحاتنا كبيرة إحنا، وكلها لها علاقة بجودة الحياة. يعني إحنا كمواطنين، كمستثمرين، كتجار، كزوار، نطمع إن لما نجي مملكة البحرين ونجي العاصمة إن نشوفها نظيفة، خضراء، ما فيها تلوث، الكل ملتزم بالقانون. يعني يحس سعيد إن يعني يعيش ولا يسكن ولا يمر ولا يزور ولا يعني هذا إحنا كبلديين هاي الأمور. طبعا في نفس الوقت نتكلم عن الصحة، يعني لازم يكون كل شيء صحي ويسهل العمل. يعني قصدي أي واحد مواطن، تاجر، مستثمر يبغي بعد العمليات التجارية والتفاعل وياه شكل سلس وفي وضوح وفي عدالة وشفافية. فهاي الأشياء اللي يعني الأسس العليا يعني كيف تنفذها؟ طبعاً في شغل كبير، في خطط واستراتيجيات ودخلات تقنيات واستخدام يعني مثل ما يقول تدريب وتطوير الموظفين وتحفيز وإعداد ميزانيات.
شيء يعني ممتع. والمشاريع عموما يعني من المواضيع اللي الكل يحبها، يعني كل العالم يحب يشوف مشاريع ويحب إنجاز ويحب يعني العجلة الاقتصادية تدور. ما يحب، ما حد يحب مثل ما يقولون الوقوف أو الركون إلى مستوى فقط سويت شيء يبغيك أحسن، يبغي أطوار، يبغي يعني كذي. سوي حديقة يبغي حديقتين، تبغي ممشى 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 في يعني خدمات تختلف. لأنه في النهاية يعني إحنا مثل ما قلنا في عالم تنافسي، لأن في الدول القريبة منها قاعدة تتطور والتقنيات تتطور وطلبات الناس في ارتفاع، وفي زيادة في عدد السكان، وفي زيادة في العمران والتخطيط، وزيادة في ادخال تقنيات حديثة. فكل هذا يعني يحتاج ان انت تكون مدرك للي قاعد يصير حولك، وتحاول ان انت يعني تواصل العطاء، تواصل التقدم، وتواصل الرقي والتميز. يعني هو أهم شيء أنا بالنسبة لي إن واحد لازم يوضع عليه خطة عمل، يعني يرتب أموره. إدارة الوقت ضروري، يقول أنا هل وقت للعبادة، هل وقت إلى التحضير حق الأمور العمل، هل وقت للتثقيف، هل وقت للزيارة، هل وقت لهذا. إذا أنت رتبت أمورك بعدين الأمور تمر بدون إشكالية. فأنت المهم أن توضع لك خطة من بداية قبل رمضان، إيش بتسوي، إيش كثير وقت حق الزيارة، إيش كثير حق العمل، إيش كثير وقت حق مثلا العبادة. إذا رتبت أمورك صدقني يعني الأمور تمشي وتستانس ولا عندك أي مشكلة. فأنا يعني من الأشياء اللي دائما أطبقها أن يعني أعد خطة في بداية يعني من قبل الشهر، وبعدين حدثها على ضوء الأمور اللي تصير. على الأقل كل يوم يكون في نقاط المتابعة، شو بتسوي اليوم يعني الأمور هذه. ولهذا السبب مثل ما تقولين العملية أن أنت توفي بالطلبات اللي يبغونها من الناس تقدر، يعني إذا مرتب أمورك، إذا أنت مرتب ما عندك مشكلة. أنا يعني هواياتي بصفة عامة أحب اللغات المختلفة، يعني فترات درست الإسباني، درست ياباني، طلعت على اللغة الفرنسية. فهذه يعني الاطلاع على اللغات المختلفة تخليك يعني تتقرب للشعوب هاي وتعرفها. في نفس الوقت في رمضان من ناحية ثقافية أنت تندمج، يعني البرامج التلفزيونية اللي تتكلم عن حضارة وثقافات الشعوب المختلفة تبغي تعرفها. وبعدين أحب أنا أن البرنامج اللي يتكلم فيه باللغة اللي هو مثلا إسباني، عشان أنا أتذكر اللي تعلمته، ومثلا ياباني والفرنسي. يعني فهاي اللي يخليك يعني يعني تندمج وترتاح وتعرف شلون الآخرين يفكرون. يعني هاي ضروري، يعني أنت عايش في عالم مختلف الأجناس والأعراق والجنسيات والشعوب المختلفة، فلازم أنت تكون على دراية شلون يفكرون، شي يسوون، شلون يعني شنو اللي يخليهم يحزنون واللي يضحكهم واللي يهمهم، شنو اهتماماتهم، هل مهتمين بالبيئة، هل مهتمين بالمثلا بالأمن الغذائي، هل مهتمين بالمشاكل المياه، الجو، تغيرات المناخية. أنت يعني فتشوف النهاية أن اهتمامات احنا بشر مثل بعض، يعني وعندك أمور أخرى مثلا لها علاقة بالتوظيف والعمل والأشياء الحياتية الأخرى. فاحنا كلنا في العالم يعني كل واحد بلغته واهتمام، بس تشوف ان عندنا اشياء مش مشتركه. يعني في النهايه احنا كلنا بشر. في عصرهم بيكون في زينه لرمضان بشكل عام، اذا في شو تكلفه
والله هو يعني ما انا ما طر على يعني ما شفت انه في شيء خاص، بس مثل ما تعرفين ان الفنادق اللي موجوده في البحرين هي تقوم بعمل التزيين، يعني مثل توضع خيمه تزين المنطقه اللي فيها، مثلا الريتز كارلتون، الجولدن توليب، فندق الخليج. هو عموما يعني الناس البحرين احنا محظوظين، الاضاءه موجوده في كل محل والسيارات والناس، ف يعني والمجمعات التجاريه والاشخاص نفسهم، يعني مثل ما تعرفين في فتره من الفترات كانوا بعض المواطنين يعملون خيام صغيره قريبه من بيوتهم ويتجمعون اهالي المنطقه فيها. ف بس ما في شيء يعني خاص له علاقه برمضان. يعني طبعا مثل ما تدرين في بعض الدول مثلا مصر في قران الخليلي ويخلون الفوانيس وهذا، يعني فيها بعض احنا بالنسبه لنا احنا عاده دائما نشتري بالبيت، نزين البيت يعني داخل البيت، نخلي مختلف الاضاءه داخل البيت، يعني الاولاد والبنات يحسون بجو رمضان يختلف، يعني يعني شيء مميز، وانت لازم تحسسهم ان رمضان شهر مختلف مميز في جميع الامور اللي انت لازم يعني تستغلها استغلال صحيح. يعني هل مهتمين بالبيئة؟ هل مهتمين بالمثلا بالأمن الغذائي؟ هل مهتمين بالمشاكل المياه، الجو، تغيرات المناخية؟ فنادق اللي موجودة في البحرين هي تقوم بعمل التزيين، يعني مثل توضع خيمة تزين المنطقة اللي فيها، مثلا الريتز كارلتون، الجولدن توليب، فندق الخليج. هو عموما يعني الناس البحرين احنا محظوظين، الإضاءة موجودة في كل محل والسيارات والناس، ف يعني والمجمعات التجاريه والاشخاص نفسهم، يعني مثل ما تعرفين في فتره من الفترات كانوا بعض المواطنين يعملون خيام صغيره قريبه من بيوتهم ويتجمعون اهالي المنطقه فيها. ف بس ما في شيء يعني خاص له علاقه برمضان. يعني طبعا مثل ما تدرين في بعض الدول مثلا مصر في قران الخليلي ويخلون الفوانيس وهذا، يعني فيها بعض احنا بالنسبه لنا احنا عاده دائما نشتري بالبيت، نزين البيت يعني داخل البيت، نخلي مختلف الاضاءه داخل البيت، يعني الاولاد والبنات يحسون بجو رمضان يختلف، يعني يعني شيء مميز، وانت لازم تحسسهم ان رمضان شهر مختلف مميز في جميع الامور اللي انت لازم يعني تستغلها استغلال صحيح. يعني انه يكون في توازن في جميع الامور، يعني من ناحيه تخصيص اوقات مختلفه، بالاضافه لعدم الاسراف في الطعام، بالاضافه الى يعني احنا جينا بعض القضايا بالنسبه الى مواقف السيارات في المناطق القريبه، يعني في المناطق السكنيه، فاكيد في رمضان يكون في تزاور، فان نبغى يتحملون، يعني هل جار يتحمل جاره اذا جاء زوار، ونفس الشيء. ف يعني نطمح ان احنا يكون في شوي تعاون وتالف وصبر، يعني حتى ونفس الوقت يعني بالنسبه الى اللي يعني يروحون يؤدون العبادات ويركنون سياراتهم، انه يحاسبون وين يوقف السياره، ما يعني اثر على انسياب الحركه المروريه. يعني انت لازم ترتقي باخلاقك بجميع الامور، من ناحيه عدم الاسراف، النظافه، التعاون، يعني الصبر على بعض الامور المختلفه. بالنسبه في النهار طبعا من الضروري ان الموظفين طبعا الجو بيكون نسبيا بارد، ما عندك يعني حده في التعامل، بس في ناس يعني من النوع اللي لما يجي المراجع يمكن يعني يحس منه جفاء، يعني ما يستقبله بحراره، ما يقوم بالعمل، بينما لا، رمضان معناته يعني انت الانجاز مالك يكون قوي،
بشاشه واستلام الطلبات والسعي في انجاز المعاملات في الوقت المطلوب، فما يكون في كسل ولا يكون في يعني حجه ان انا صايم معناته يتعطل العمل ولا ما قابلك بشاشه ولا يعني ابتسم في وجهك ولا شيء. لا يعني ما يصير، احنا بعد رمضان لازم نعتز فيه لان جميع الجوانب فيه خير للجميع يعني.